الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في اليوم الثاني تاع عيد الأضحى. كما راكم شايفين هنا راجلي راه يقطع في اللحم باش نخبوه في المجمد. هنا راهم يكملوا في التقطاع تاع الكبش وجمعت كلش في المجمد، درت طرف طرف في لي ساشي ودرتهم في المجمد هكذا. ومن بعد جست نحضر في القهوة والحلوة في الطباسة، يجيوني ضياف خوتي وزوجة تاوعهم. راني نحضر في القطو في الطباسة، حضرت كلش مقبل قبل ما يجو. هكذا باش نقعد معاهم فوالا. حطيت كلش في الطبلة. هذا الخبز الكوشة اللي درناه مع بعض تاع الجوز والحلوى والحليب والقهوة، وجدت كلش فوق الطبلة قبل ما يجو. هكذا كي يجو نقعدو، غير نقعدو مع بعض. من بعد كي خلصت القهوة كامل، وصلنا الموعد تاع القهوة وكامل، وجست ندير العشاء. درت هنا بوزلوف ودرت لي بروشيت باش نشويوهم. درت لي بروشيت بالفلفل الحار، درت لي بروشيت وحدهم. فوالا وجدت الطبلة تاع العشاء، تعشينا مع بعض. هذه هي الطبلة تاع عيد الأضحى، إن شاء الله تعجبكم الفكرة. نقول لكم إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. مع السلامة. مبروك هاد العيد علينا، مبروك هاد العيد علينا وعلانا.